طبعا اليوم كما تبعتم كانت مواصله ديال اطوار محاكمات المعتقلين ال 54 اليوم 25 معتقل والباقون على الصراح. طبعا بعدها في افتتاح الجلسه طبعا حضور المتهمين في القفص المخصص لهم تم المولدات عليهم، الا ان المتهمين طبعا باستثناء جلول اللي يعني عبر عنه حاضر واحد المعتقلين في حاله الصراح، اما الباقون طبعا ما استجبوش للنداء المحكمه يعني بحضور ديالهم، مما دفع الدفاع الى اثاره مساله ديال دوره مثول المعتقلين امام المحكمه. الشيء اللي طبعا كان فيه نوع من اختلاف وجهه النظر ما بين الهيئه والمحكمه، الشيء اللي دفع الرئيس انه يصرحكم انه سبق له انه اتخذ قرار في هذا الخصوص، والحال انه الدفاع لا زال اولا لم يطلع على القرار السابق، لان هذه حاله طارئه في جلسه طارئه، وبالتالي فان مقتضيات الماده 423 قانون المسطره الجنائيه كتلزم رئاسه المحكمه بضروره منادات على المتهم ومثوله امام المحكمه بحضور دفاعي. هذه الواقعه لم تنجز، وبالتالي الدفاع اعتبر انها خرق لهذه المقتضيات القانونيه ديال ضمانات ديال الحقوق وحقوق ديال المعتقلين. الشيء الذي دفع بالهيئه ديال الدفاع انها تناول الكلمه في هذا الخصوص، واللي خلى رئيس المحكمه انه مباشره يحيل الكلمه على وكيل العام، مما دفع الهيئه الدفاع بتصدي هذه المحاوله، وبالتالي بعد رفع الجلسه تم التوافق على انه تعطى الكلمه الدفاع بعد ذلك النيابه العامه. هذا الشيء اللي تم بعد دخول الهيئه ومواصله الجلسه، الا انه اثناء دخول المحكمه في المره الثانيه طبعا طلب زفي الناصر الكلمه، المحكمه افترضت يعني ان تمثل الكلمه، مما جعله ياخذ الكلمه بالقول بكون ان ضروره توفير شروط محاكمه عادله الى غير ذلك، مما دفع الرئيس بانذاره وبطرده من الجلسه، الشيء اللي دفع باقي المعتقلين بالانسحاب من الجلسه. اخراج ناصر الزفزافي من القاعه جاء بعد تناوله للكلمه و قامت المحكمه باخراجه، وقد تعاطف معه باقي المتهمين وقاموا بالخروج من المحكمه مرددين شعارات من قبيل عاش الريف وعاش الوطن، وطبعا الشعارات المعتاده الموت ولا المذله، وهذا حدث حتى في الجلسة السابقة. ربما الأخ ناصر الزفزافي بحكم أنه يتواجد في زنزانة أو جناح انفرادي منذ مدة طويلة بشكل يتنافى مع المواثيق الدولية ومع طبعا حتى الدستور، على اعتبار أن الحبس الانفرادي يعتبر لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كانت هناك مخالفة أو يعني جنحة ارتكبها المعتقل، في حين وأن لا يتجاوز مدة 15 يوما كما أكد ذلك المقرر المعني بالتعديل الأمم المعني بالتعذيب. والآن ناصر الزفزافي يعيش وضعية في زنزانة انفرادية، معتقل احتياطيا في حبس انفرادي لمدة تتجاوز 5 أشهر، ربما قد تكون لديه مجموعة من النقاط ومجموعة من الأقوال أو مجموعة من المعطيات يريد ان يوصلها الى المحكمه، وهذا ما يجعله ما يجعله يبادر الى الحديث وتناول الكلمه بمجرد دخوله الى لانه يعيش في وضعيه منعزله عن باقي المعتقلين. اتصالات والفيديوهات الى غير ذلك من يعتبرونها حجاج وادله، نحن كدفاع لم نتمكن لحد الان من الاطلاع عليها. كذلك انه حتى بالنسبه اثناء فتره التحقيق لم تعرض معظم هذه الفيديوهات، لم تعرض امام السيد قاضي التحقيق، وبالتالي لم نتمكن كدفاع من الاطلاع عليها.
وغالبا هي مأخوذة من الفيديوهات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو في الشبكة العنكبوتية سواء في اليوتيوب أو في المواقع الأخرى. كذلك بالنسبة للمكالمات لم نتمكن من الاطلاع على فحواها، ولهذا السبب سنلتمس تأخير الملف للاطلاع على هذه الحجج والأدلة.